إلى السودان الدولية، ومنها نقرأ السودان الدولية تكشف عن اجتماع بين الشعبي وحمدوك. كشف قيادي بالمؤتمر الشعبي عن اجتماع ضم رئيس الوزراء عبد الله حمدوك مع قيادات من المؤتمر الشعبي خلال الأيام الماضية. وأشارت ذات المصادر للصحيفة إلى أن اللقاء تناول تطورات الأوضاع السياسية والحالة الصحية للأمين العام للمؤتمر الشعبي علي الحاج، إلى جانب مقابلته الطبية في ألمانيا. وفضل المصدر عدم الكشف عن تفاصيل أكثر عن الاجتماع، وامتنع عن ذكر أسماء القيادات التي شاركت فيه. هذا اللقاء بين حمدوك وقيادات الشعبي، هل له علاقة باللقاء السابق مع حمدوك ودكتور مغازي؟ والآن الحديث عن مصادر، هل من الممكن أن نؤكد بأن هذا اللقاء تم بالفعل أم أنها إرهاصات وإشارات؟ وكان هنالك يعني بعض وسائل التواصل الاجتماعي نقلت أنه اجتماعا مثل هذا القبيل قد تم، وبالتأكيد هذا الاجتماع ليس له علاقة باجتماع غازي صلاح الدين مع حمدوك. هل تأكدتم أنتم كصحيفة أنه تم أم لم يتم؟ لا، نحن كصحيفة لم ننشر الخبر لأنه ليست لدينا تفاصيل ومعلومات وافية، ولكن بحسب ما نقلته الزميل السوداني الدولية فبالتأكيد هنالك مصدر أكد على هذا اللقاء. هنالك معلومات وتسامع الناس أن اللقاء قد تم، ولكن هذا اللقاء لم ينعقد في الأيام الماضية وإنما قبل شهر. قبل شهر. أستاذ أشرف، يعني لماذا نلحظ بأن هنالك درجة حساسية سياسية عالية جدا تجاه لقاءات حمدوك مع قيادات إسلامية؟ هل هذا الأمر محرم عليه؟ هل هذه الفترة يجب أن لا يقابل حمدوك أي من القيادات السياسية؟ يعني كيف يستطيع الناس أن يتجاوب ويتفاهم ويحدث مقاربة لهذه العلاقات واللقاءات بين حمدوك ومختلف القوى السياسية في السودان؟ وبالتأكيد هنالك حساسية عالية فيما يتعلق بالتعامل مع الإسلاميين من قبل الثوار، وهذا بالتأكيد يشكل ضغطا بالنسبة للقيادات التي تمثلها في الحكومة أو في قوى الحرية والتغيير، خاصة وأن مطلوبات الثورة هي ما زالت واضحة، وهنالك حديث واستعطاف كبير باعتبار أن حتى الآن دماء الشهداء لم تجف بعد، ولم يتم القبض على القتلى والمجرمين وتسليمهم للعدالة، وهنالك اتهامات للإسلاميين بأنهم كانوا وراء كل الدمار الذي حاق بالبلاد. كل هذه المسائل المجملة تجعل هنالك عدم تعاطف في التعامل مع الإسلاميين في هذه الفترة. وفي المقابل هنالك أيضا قيادات سياسية ذات صلة ولها دور كبير وباع ومهم في هذه الثورة، يرون أنه لا بد من مساومة تاريخية تشمل في طياتها حتى الإسلاميين، باعتبار أن الاستقرار السياسي لن يتحقق إذا كانوا هم خارج الصورة السياسية ويتم التعامل معهم بطريقة إقصائية. إذن هنالك تباين حتى الآن بين أطراف مختلفة، ولكن الضغوط الكبرى هي ما زالت من لجان المقاومة وما زالت من الثوار الذين يرفضون تماما مثل هذه اللقاءات. طيب، هل على حمدوك أن يأخذ الإذن أو الضوء الأخضر من الحاضنة السياسية حتى يقابل فلان أم فلان، أم حسب العرف الدبلوماسي أو السياسي بإمكانه يقابل ما يريد من الشخصيات؟ هذا هو الأمر طبعا يفصل فيه حمدوك. هو في بداية الأمر تحدث بوضوح وقال أنا رئيس لكل السودانيين وسأقابل أي سوداني، وليس رئيس لقوى الحرية والتغيير فقط، إذن مسؤوليته من هذا الجانب تملي عليه أن يلتقي بالجميع. أما من جانب آخر، قوى الحرية والتغيير هي ممكن تحدد البرنامج الذي ينبغي أن يسير عليه حمدوك من ناحية سياسية، وترفض مقابلته لعدد معين من القيادات السياسية في هذا الظرف المحدد، لأنه قالت أنه لا يسمح لهؤلاء التعامل في العمل السياسي إلا بعد انتهاء الفترة الانتقالية، باعتبار أنه من المفترض أن يظلوا فيها معزولة ويتم محاسبتها، وبعد ذلك يسمح لهم بالعمل السياسي واللقاء مع كل الأطراف والدخول حتى في المنافسة الانتخابية. طيب، إذا ما سلمنا بأن رئيس الوزراء جلس بالفعل مع قيادات الشعبي، ما الذي يمكن أن يكون قد تناقشوا حوله؟ الافتراض في هذه القضية يعني صعب جدا، ولكن ما رشح بحسب الخبر أنه تناول اللقاء الأوضاع الصحية للأمين العام خلافا للمذكور، نتحدث عن الأضابير والأسرار علي الحاج، ويسهر في ذلك يعني أن الدكتور علي الحاج بعد ذلك تم نقله إلى مستشفى بالخرطوم للعلاج، وربما يسمح له أيضا بمغادرة البلاد للعلاج في ألمانيا. إذن ربما تظل هذه واحدة من التفاصيل المهمة والأساسية وما يتعلق بالظروف الصحية التي يعانيها المعتقلين من الشعبي، سواء كان الدكتور علي الحاج أو إبراهيم السنوسي أو الآخرين الذين تم إضافتهم للاعتقال. في ظل هذا النقد للقاءات حمدوك مع الإسلاميين، برأيك هل سيواصل الرجل في هذه اللقاءات أم سيتوقف؟
يعني المسألة هي مرتبطة بحد كبير بالضغوط التي سيواجهها. إذا كانت الضغوط كبيرة بالتأكيد سيتوقف، ولكن إذا كانت هنالك تفهمات من الحاضنة السياسية ومن لجان المقاومة والثوار لهذه اللقاءات وطبيعتها بالتأكيد سيستمر، لكن في تقديري سيتوقف. إذا ما وضعنا على الطاولة أستاذ أشرف الدعوات التي جاءت من الشفيق خضر أو من بعض القيادات الإسلامية بضرورة أن يكون هنالك حوار بين الإسلاميين الحادبين على مصلحة الوطن والذين لم يلوثوا أيديهم بمرارات الفترة السابقة، والحوار إلى يكون هنالك جلوس، في أي منزل الآن ترى حكومة حمدوك؟ هل تتجه إلى هذا الأمر أم إلى هذه المنحة؟ وحتى الآن ليس هنالك تصريحا رسميا واضحا من حكومة حمدوك بالتعامل مع الإسلاميين الآن أو التعامل معهم ولو من زاوية سياسية حتى هذه اللقاءات التي وردت في الأنباء وفي الصحف. أما فيما يتعلق بالشفيع خضر فهو قال أو دعا إلى هذه المساومة التاريخية في ندوة عامة ولم يعني يتراجع عنها أبدا ولا زال يتحدث عن هذه المسألة، وهنالك آخرين أيضا من قيادات سياسية مستنيرة تحدثا عن هذا الأمر، وهو ليس بأمر جديد. هذه العلاقة كانت حتى في عهد النظام البائد كانت هنالك تفاهمات مع جهات مختلفة وكان هنالك حوارات سرية تدور تحت المنضدة ويتعامل الجميع في إطار إيجاد فرصة جديدة لخلق استقرار في السودان لا يعزل أحد. نختم هذه الجزئية بالدعوة التي خرجت هذا اليوم في مقال الأستاذ محمد وداعة. الرجل طالب المهنيين وطالب من ينتقدون حمدوك في هذه اللقاءات بأن يطالبوه بأن يوضح أولا ما الذي دار في هذه اللقاءات ومن ثم يوجه النقد. هل أنت مع هذه الرؤية أم هم على حق بأن الفترة ليست فترة جلوس مع الإسلاميين؟ هو أنا موقفي يعني كمحلل في تقديري أنه هذه المسألة هي قد تفرضها الظروف والأوضاع التي تعيشها البلاد الآن. إذا استمرت هذه الأوضاع ولم تستطيع الحكومة السيطرة عليها بشكل كامل فبالتأكيد هي تحتاج إلى مفاتيح وحلول من آخرين، والآخرين دل بالتأكيد كان جزء كبير منهم يمثل مفاصل الدولة ومفاتيحها في النظام البائد وقد يحتاجون لإدارة حوار مع الإسلاميين في هذا الجانب. ولكن إذا استطاعت الحكومة أن تمضي في نجاحاتها فبالتأكيد ستكون هي أكثر قوة ومنعة ولن تستجيب إلى الإسلاميين. مسألة حمدوك يكشف التفاصيل المتعلقة كما أشار محمد إدعى بهذه اللقاءات هي مسألة مهمة وأساسية ومن شأنها أن تبث تطمينات للشرع العام وللرأي العام الذي ما زال له رأي ولا زالت القضبة تكتريفه نتيجة أي عمل سياسي يكون طرفه الإسلامي.